هل تذكرون عملية اختطاف الفتاة القاصر ليليان حوري بقوة السلاح في بلدة العين البقاعية؟ نفذها في كانون الأول الماضي شخص لديه سوابق في اختطاف الفتيات لإرغامهن على الزواج. إنه مهدي نزهة الملقب بمهدي الله، لكنه ورغم جرائمه العديدة بقي حرا طليقا مستقويا بسلاحه، إلى أن تمكن في 13 من الشهر الجاري من اختطاف ضحيته 5 في بلدة العين ليقتادها بالقوة إلى بلدة النبي عثمان حيث يقطن. الضحية هذه المرة هي الشابة السورية عبير الجعور التي كانت خرجت لشراء قالب حلوى برفقة والدتها وأختيها حين اختطفت. عبير وصلت من القصير إلى لبنان منذ حوالي الأسبوعين بهدف السفر إلى تركيا في 28 من الشهر الجاري لملاقات زوجها. شهر السلاح عليه ودفش النسوان واخذوا البنت بالقوه وبالعنف مع كل الاجهزه اللبنانيه اللي هون موجوده بالمنطقه. تواصلنا مع المشايخ، تواصلنا مع مفتي بعلبك، تواصلنا مع الحزب، تواصلنا مع وجهاء البلدتين يخذلونا، ما بيطلع من امره شيء. انه الزلمه يا ازعر فلتان هذا معه سلاح ما بنمون عليه، ما حد بيمون عليه. جايين جدد على لبنان، جايين ضيوف مرور، ما لنا مستوطنين هون، نحن ما بدنا منه شيء، بدنا يرد لنا بنته بس. الاتصالات تتواصل بهدف الإفراج عن عبير، ولكن مع الأسف يعني هذا الشخص موجود بمنطقة فيها سلاح غير شرعي، فيها أخطار، حتى يعني عمليا عم تكون أي مداهمة عم تكون فاشلة، ما بيلاقوه، عم بيتوارى. بناشد بشكل خاص يعني العماد جون أهوجي قائد الجيش أنه التحرك، أنه هذا الأمر بيترك أثر كتير سلبي، أول شيء على سمعة لبنان بالنسبة لموضوع اللاجئين السوريين، وبالنسبة لموضوع التفلت الأمني يعني بالدرجة الأولى. ونحن مناشد حتى العشائر بهالسياق أنه يتدخلوا، لأنه هذا الأمر بيتعرض كمان للأعراض وللسمع والشرف. عملية الاختطاف هذه نضعها برسم المسؤولين، ولكن على من تقرأ مزاميرك يا داود، فما سمي بالخطة الأمنية في البقاع فشلت، وبقي الأمن متفلتا والعصابات المسلحة تسرح وتمرح من دون رادع.